كيف تشترك في الأحداث المجتمعية؟ في القرن 21 تقدمت وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال لمرحلة خلت فكرة التواصل مع المواطنين من بعيد مغرية جدا. ومع ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي ما يبدلوش مقابلة المواطنين وجها لوجه، وفيه طرق تقدر تشارك بها المجتمع بشكل شخصي. في الأول هنحكي على كيف تستعمل الأحداث العامة باش تشارك المواطنين. في مجموعة كبيرة من الأحداث اللي لازم المجلس البلدي يفكر فيها، شوية من هذه الأحداث هينظمها ويرعاها المجلس، ومنها اللي يكون عن طريق المواطنين أو منظمات غير حكومية، وتكون مشاركة المجلس بشكل أساسي فيها بإرسال فرد أو وفد باش يمثله في الحدث، وهذا الحدث هو المهرجانات أو الأحداث المنتظمة في العطلات المهمة أو افتتاح المباني وبدء في مشاريع البنية التحتية أو الانتهاء منها، وأيضا المؤتمرات الصحفية والاجتماع مع المواطنين. مرات يبانوا إنهم هلبة أنواع، لكن تقدر تنظمهم في ثلاثة أقسام، وهي الأحداث اللي ما ينظمهاش المجلس البلدي، والأحداث اللي شارك في تنظيمها المجلس، والأحداث اللي ينظمها المجلس بالكامل. أول شيء الأحداث اللي ما ينظمهاش المجلس البلدي. من ألف سنين تندار الاحتفالات بمناسبة الأعياد أو الذكريات السنوية المهمة، ويقدر المجلس البلدي إنه يشارك بشكل مباشر في النوع هذا من الأحداث، لكن هنركزوا على أهمية الأحداث اللي ينظمها المواطنين مش المجلس. ممكن يدعوك للمشاركة في حدث زي افتتاح مبنى أو تخرج طلبة أو عمل خيري زي مساعدة النازحين أو المحتاجين، وفي هذه الحالة من المهم أن تعرف دورك وما تتحكمش بالحدث. خلي النقاط هذه في بالك: ادعم الشخص أو المجموعة اللي تنظم في الحدث، تفادى تقديم الموضوعات البعيدة أو المثيرة للجدل، ما تطغاش على الحدث بالأجندة متاعك، وشارك كفرد من المجتمع لأنك في الأساس واحد منهم. ثاني شيء الأحداث اللي شارك في تنظيمها المجلس البلدي. الأحداث هذه ممكن تكون بأشكال مختلفة، زي افتتاح عيادة بتمويل جزئي من المجلس، أو الإعلان على تجهيز متنزه جديد قدروا يكونوه المواطنين بدعم من المجلس، أو حدث زي المهرجانات اللي فيها مداخلات منه. في هذه الحالة أهدافك ممكن تكون مختلفة شوية، لكن خلي النقاط هذه في بالك، خلي عندك وضوح على شنو هو دورك ودور المواطنين في الحدث، وتفادى الموضوعات المثيرة للجدل، وشارك كعضو في المجتمع، وخلي التركيز على طرح التعاون المجتمعي والعمل الجماعي. أخيراً الأحداث اللي نظمها المجلس البلدي بالكامل. الأحداث هذه ممكن تكون المؤتمرات الصحفية والاجتماعات مع المواطنين والإعلان على مشاريع جديدة للمجتمع وشوية من المهرجانات أو الاحتفالات، ويكون المجلس البلدي هو المنظم للحدث، وفي بعض البلديات يكون المجلس هو الجسم الوحيد اللي متطور بشكل كافي لإدارة أي حدث زي هذا. لما يكون الحدث خاص بيك خلي النقاط هذه في بالك، خليك متأكد إن المواطنين يعرفوا بالحدث قبل ما يبدأ، ولو كان تركيزك على الإعلان مش التفاعل فخليك واضح في هيك، وأعرف أهدافك وركز عليهم طول وقت الحدث، وخلي أكيد وقت لمداخلات من المواطنين. في النهاية من المهم أنك تتذكر بأن مع تقدم وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت مقابلة المواطنين وجها لوجه الشيء الأهم في التواصل، والمهرجانات والأحداث فترة العطلات والمؤتمرات الصحفية والاجتماع مع المواطنين هي شوية من طرق تقدر توصل بيها لهم، وممكن يتقسم كل هادو في ثلاثة أنواع. ومن المهم أنك تدعم الأشخاص أو المواطنين اللي يبوا ينظموا الحدث، وتفادى الموضوعات المثيرة للجدل، وشارك كفرد من المجتمع لأنك واحد منهم.